ولا عاد في يشوفك عم تتوجعي بسبب هدول العالم كلهم ولا بسبب غيرهم. رح احميكي بروحي وما رح خلي حدا يقرب منك. والله لعوضك عن كل شي حلو راح عليك بحياتك. انت صبري وبكرة بتشوفي شو رح اعمل معهم. رح انت املك منهم اتنيناتهم، بس بدي اياك تضلي فقدي الوعي لحتى اخلص المهمة تبعي على الاخر وحصل لك حقك اللي راح.